الإسلامي تدعم الشراكة العلمي، وكذلك آداب راهم عندهم نفس الكتاب نفس البروغرام مشتركين في نفس الحوايج في التربية الإسلامية. لهذا إذا كنت حاب تحل فروض حل من الجهتين، يعني سواء تدعم مشترك آداب ولا تدعم مشترك علوم، ماك خسر والو. نبدأ على بركة الله في البداية. عندنا في الاختبار عندنا هذا اختبار ثلاثي الأول، نبدأ معاه. عندنا الجزء الأول، قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الواقعة من الآية 77 إلى الآية 81. المطلوب إن القرآن الكريم يعد المصدر الأول عندنا يعد المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. عرف مصادر التشريع اصطلاحا، تعرفها اصطلاحا هنا تكتب هنايا في الخانة، راح تلقاو كيما قلت لكم الاختبار تاعكم ولا الفرض تاعكم محمل على صفحتي في الانستغرام او في التيك توك، وتقدروا تتواصلوا معايا يعني باش نزيد نبعثه لكم باحسن جودة في البريوي. يعني كل شيء كاين تماك، تروحوا تابونيوني تما، راني عندي صفحة تماك، راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. نكملوا. اشتملت الايات الكريمه على خاصيه من خصائص القران الكريم، استخرجها. عندنا الخاصيه وتكتب قدامها الاجابه. وان من خصائص القران انه نقل الينا بالتواتر وانه معجز، اشرح هاتين الخاصيتين. خاصية واحدة أن القرآن نقل إلينا بالتواتر، والخاصية الثانية أنه معجز. شرح الخاصية الأولى وشرح الخاصية الثانية. كما اشتملت هذه الآيات على أدب من آداب التلاوة، استخرجها. عندنا هنا شرح الخاصية الأولى وهنا عندنا شرح الخاصية الثانية. عندنا كما اشتملت هذه الآيات على أدب من آداب التلاوات، استخرجها. وكذلك ومن آداب التلاوة التجويد والاستعادة، عرف التجويد اصطلاحا. أن التجويد هو استخرج من الآيات الكريمة أحكام التلاوة التي درستها، حكم التلاوة والموضع. أذكر وجهين من أوجه قراءة الاستعادة والبسملة. عندكم الوجه الأول وعندكم الوجه الثاني، هما أربع وجوه فيهم وجه محرم ما تقراوش به. إن القرآن الكريم يشتمل على جملة من أنواع الأحكام، إليك هذه الآيات، بين أي نوع من أنواع الأحكام القرآنية تضم هذه الآية أو كل آية مع التعليم. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إلى آخر الآية. البقرة 233. هذه الآية من الأحكام. لدينا التعليل، دائما ما يهزوا لكم من البقرة لأنه تكون فيها الآيات فيها أحكام متعددة وكذلك فيها أوجه كثيرة. هنا عندنا هذه الآية من الأحكام والتعليل. وعندنا كذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النور من الآية 27. كذلك عندنا قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الأنعام من الآية 151. استخرج من الآيات الكريمة فائدة. عندنا في الجزء الثاني أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد. إن فضل العابد على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أبر الدردار أو الدرداء هو قيس بن زيد بن
ويمر الصحابي الجليل راوي حديث قيمة العلم والعلماء. الحديث القدسي كله متواتر. حروف الإظهار هي حروف كلمة ينمو. ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ أذكر فرقين. ما الفرق بين الاستعاذة والبسملة؟ نروح إلى إجابة النموذجية. عندنا تعريف مصادر التشريع اصطلاحا، هي المناهل والموارد التي تؤخذ منها التشريعات والعلوم والمعارف وفق ضوابط معينة. هذه تحفظ يعني دائما لأنه تعريف. الخاصية، القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنا بلسان عربي مبين. شرح الخاصية هي التي نقلها جمع غفير من الرواة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الخاصية الثانية، أي معجزا بألفاظه ومعانيه. آداب التلاوة، الطهارة. تعريف التجويد اصطلاحا، هو علم يعرف به كيفية نطق كلمات القرآن الكريم. استخراج من الآيات الكريمة أحكام التلاوة التي درستها. إدغام بغنى كتاب مكنون، إدغام بغير غنى من رب. ذكر وجهين من أوجه قراءة الاستعاذة والبسملة. قطع الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول الصورة. وصل الاستعاذة والبسملة وأول الصورة. قطع الاستعاذة ووصل البسملة بأول الصورة. وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعها عن أول الصورة. بيان أي نوع من أنواع الأحكام القرآنية تضم كل آية مع التعليل. هذه الآية من الأحكام العملية، بيان أحكام الأسرة. في الآية الثانية قالك الأخلاقية، بيان آداب الاستئذان. وفي الآية الثالثة العقائدية التي تحث على الدعوة إلى التوحيد. عن نفي الاستخراج من الآيات الكريمة فائدة، بيان أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى وتقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية. في الإجابة، إن فضل العابد على العالم كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. خطأ، بل فضل العالم على العابد وليس العابد على العالم. كذلك عندنا خطأ، بل هو عويمر بن زيد بن قيس وليس أبو الدرداء هو قيس بن زيد بن عويمر، خطأ فيه. الحديث القدسي كله متواتر، خطأ بل منه المتواتر ومنه الأحاد. حروف الإظهار هي حروف كلمة ينمو، خطأ بل هي حروف ألف والهاء والعين والحاء والغاء والخاء. أخيها في قوله أخيها كعيما حازه غير خاسر، أول حروف من هذه الجملة راح تكون هي حروف الإظهار. الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، ذكر الفرقين. القرآن الكريم معجز خالدة بخلاف الحديث القدسي. حرمة روايته بالمعنى ونتلوه في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. إن القرآن الكريم بوحي جلي بخلاف الحديث القدسي. القرآن محفوظ من التغيير بخلاف الحديث القدسي. بكل حرف منه 10 حسنات بخلاف الحديث القدسي. جاحد القرآن يكفر بخلاف الحديث القدسي. الفرق بين الاستعاذة والبسملة، الحديث القدسي فقط أنه الحديث القدسي هو الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على عكس القرآن، يعني القرآن فيه أحكام على عكس الحديث القدسي الذي لا تتواجد فيه أحكام من هذه الأحكام والضوابط، منها الحرف 10 حسنات وغيرها. بينما الفرق بين الاستعاذة والبسملة في وجوبهما، هذا بالنسبة للفرض تاعنا أو الاختبار. أتمنى أنو الفيديو تاعنا نال إعجابكم 6 منه ولو بالقليل. نتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.